عدة أعوام مضت على النكبة عام 48، عدوان ثلاثي على مصر عام 56، احتلال إسرائيلي لقطاع غزة. في هذه الأجواء تأسست حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في نهاية الخمسينيات على أيدي مجموعة من الناشطين الفلسطينيين، كان منهم خليل الوزير وعادل عبد الكريم وياسر عرفات. واتخذت فتح لنفسها خطا وطنيا ميزها عن باقي الأطراف الموجودة على الساحة. نجحت الحركة في توحيد أكثر من 35 مجموعة ومنظمة فلسطينية داخلها، ودعت إلى كيان فلسطيني مستقل عن الأنظمة العربية ورفض الوصاية العربية على الشعب الفلسطيني. ركزت الحركة منذ إنشائها على فكرة تحرير فلسطين، وتميزت بتأكيد الهوية الوطنية واستقلالية القرار الفلسطيني، ولذلك فتحت الحركة المجال أمام مختلف الأفراد من مختلف الأطياف الفكرية والسياسية للانضمام لها، على أن يتخلوا عن انتماءاتهم التنظيمية والحزبية السابقة. بدأت الحركة كفاحها المسلحة عام 65، واستمرت في نشاطها العسكري على الرغم من الطوق الذي كانت تفرضه عليها الدول المجاورة لإسرائيل. بعد حرب يونيو عام 1967 أفسحت الحركة المجال للعمل الفدائي الفلسطيني الذي اكتسب شعبية كبرى فلسطينيا وعربيا. أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم إلى ربا حزينة. وتعد معركة الكرامة في 21 من مارس عام 68 حدثا فاصلا في تاريخ الحركة، إذ فتحت الباب أمام تدفق جماهيري هائل للانضمام إليها، كما انهالت عليها مساعدات عسكرية ومادية، ولقيت تأييدا من مؤتمر القمة العربية الخامس في الرباط عام 1969. كما أصبحت منذ ذلك الوقت التنظيم الأهم في منظمة التحرير الفلسطينية، واستحوذت على القسم الأكبر من عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، ونجح ياسر عرفات في أن يصبح رئيسا لمنظمة التحرير التي أعلن اندماجها مع فتح بشكل كامل عام 69. ومنذ ذلك الحين حدث بينهما نوع من التداخل التام في السياسات والمواقف. عرفت حركة فتح خلال تاريخها عدة انشقاقات في صفوفها وظهور مجموعات جديدة، مثل فتح المجلس الثوري وفتح الانتفاضة وفتح الياسر. مثلت المفاوضات السرية التي أدت إلى توقيع أوسلو عام 1993 أزمة جديدة للحركة، حيث واجهت معارضة شديدة داخل صفوفها، فضلا عن انحسار شعبيتها خاصة على المستوى الخارجي. وبعد ظهور السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة لأوسلو، ظلت فتح هي حزب السلطة الأهم والأقوى في مستويات النشاط السياسي والعسكري والتنظيمي، كما أدخلت تعديلات على الميثاق الوطني الفلسطيني، فحذفت البنود المتعلقة بإزالة إسرائيل من الوجود وما يتعارض مع اتفاق أوسلو. إلا أن ميزان القوى تغير بعد أن خسرت فتح في انتخابات 2006 أغلبيتها في المجلس التشريعي لصالح حركة حماس التي شكلت الحكومة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أننا في كتائب شهداء الأقصى وفي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح خرجنا اليوم لنؤكد عن احتجاجنا عن ما تقدمت به الانتخابات. ومنذ ذلك الحين تصاعدت أحداث الاقتتال بين الفصيلين حتى انتهى الوضع بسيطرة حماس على قطاع غزة، مما أدى إلى ظهور انقسامات جديدة في صفوف فتح بإعلان بعض عناصرها في غزة الانشقاق وتشكيل حركة جديدة باسم فتح الياسر، نسبة إلى الراحل ياسر عرفات الزعيم التاريخي للحركة. وساقت الحركة الجديدة مبررات انشقاقها مستندة إلى فساد زعماء فتح المقيمين حاليا في الضفة الغربية وتعاونهم مع الاحتلال، مؤكدة أنها ستسير على طريق ياسر عرفات في المقاومة.